تم ايقاف 40 في الضالعين سواء مباشر في جبل الشعامي او المعنيه اللي هي يقدموا في الدعم، هذوما 40. نهار الثلاثاء، نهار الثلاثاء 28 مايو 2013 قامت وحدات الحرس الوطني بايقاف ثلاثه عناصر رئيسيه في احداث الشعامي، وهي ما خرجتش وسائل الاعلام. تم ايقاف ثلاثه اشخاص من العباد اللي كانت من مركزه وتمول وتدعم، موجوده موقفه على ذمه سيد حاكم التحقيق. ثم البارح كما قلت لكم تم ايقاف العنصر الخطير صابر المشي، ولا العدد 44 لحد الساعه، معناها منذ قليل وحدات الحرس الوطني قامت بايقاف عنصر رئيسي وفاعل وخطير في احداث الشعامي بالعباد اللي في الجبل، وقفته وحدات الحرس في مدينه القصريه بعد نزوله من الجبل. دونك اللي قفيت 45 رصدنا حسب الابحاث وحسب معطيات دقيقه على مستوى جبل الشعامبي ارتباط بعض العناصر واجتماعها مع عناصر اخرى جزائريه وتنسيقها مع عناصر اخرى جزائريه ب زعيم في تنظيم القاعده ينصب في الجزائر وهو موسى ابو رحله. موسى ابو رحله. كما تم رصد علاقات بينهم وبين بعض. الارهابيين حتى على مستوى اليمن ومالي وبعض الجهات وبعض بؤر التوتر الاخرى. عندها معلومات، يعني عبادها صغير أما لكني بالسنة
لين نحصل فيها قد ما نحطوا كم حاجه اريح لي يمين منه. واللي بعد تنسيق مع حاكم التحقيق وبعد تنسيق مع الاطراف المتعدده في البحث، فما اطراف اخرى تشجع من العناصر هذه وضارعه معها. وبعض قياداتها ضارعه معها. واللي تنتمي الى بعض التيارات. فيما ما يسمى بانصار الشريعه. معناها تحيه اجلال وكبار من العباد اللي تخدم في الصانعه هذه وفي الطقس هذا اللي تخدم من وحدات الجيش وحدات الحرس وحدات الامن اللي لا يقوم بعمليات كبيره. وما نجمو كان نشكروها وكان نشدوا على ايديها.